اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل جمبري ستير فراي، بس هو يعني الحقيقه معمول بطريقه مختلفه شويه، حامي حبتين مع فلفل حار مع جنزبيل مع عصير ليمون ومع توم. اوكي، وبعدين هناخد المتبقي منه ونعمله مع سمك مقلي، نعمله كده ريلش لطيف ونحطه فوق السمك المعمول بانيه. هنعمل الكلام ده بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، يلا نشتغل على طول على طول على طول. بصوا بقى الحكاية سهلة قوي قوي قوي، يعني انا هاخد مثلا ايه واحد كده، نفتح كده ونعمل كده، اوكي، وكمان نشيل شوية البذورات والحاجات دي، مش عايزينها ايه معانا، اوكي، وهكذا. تمام، اتنين يعني حط واحدة كمان لونها مخضر كده عشان ايه الشكل يعني. بيقولوا لنا كفاية شطة، والله عندكم حق، رمضان يعني ايه معرفش، يعني ان الشطة مفيدة طبعا للكبد والكلام ده، انما ممكن الناس بقى ايه تخف الحدوته دي شويه، ولذلك مش هقطعه قوي، يعني انا هسيبه بس كده، شلنا الحاجات اللي فيها شطاطه قوي كده، وايه؟ هنحط شويه زيت، سخنه نسخنه، عايزين الزيت يبقى حامي عشان الدنيا دي كلها هتنزل باب مره واحده، اوكي؟ وشويه ثوم، ثلاث اربع فصوص حلوين كده، نعملهم كده اهو كده كده كده، ما تنعمهمش قوي، عايزينهم حلوين كده كبار شويه عشان ما يتحرقوش. اوكي تمام، يبقى كده ايه، ادي واحد مكون، اتنين تلاته مع بعض احنا اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنحط ده مع ده كده، وهنحط ده فوقيهم كده، اوكي، هكذا، وشوية ملح فوقيهم. بصوا بقى كل الدنيا دي مع بعضها، شوية زنجبيل فوقيهم برضو كده، ويلا يلا في السخن في السخن، هوبا. اول ما يبتدي ينزل ميته كده وهيستوي خلاص، اديله سننه عصير ليمون، اوكي، وابقى انا كده ايه جاهز. سريع جدا، طبعا هو بدام نزل ميته كده ويتحط له الليمونه، وخلوا الليمون يتحط دلوقتي لانه بدا يلف اهو، اوكي، عصير ليمون اهو لطيف جدا، معلقتين كبار عصير ليمون، اوكي، شويه طماطم بقى هنا نونه بس كده، كده بقى صوصه لطيف،
اوكي 3 دقايق ونغرف مع ايه؟ مع رز. ده يتاكل مع رز يبقى لطيف قوي، ابيض عادي، برضو مع مكرونه بيبقى حلو، لكن ما يعني ما بفضلش يتعمل مع بطاطس، والمكرونه افضلها تكون سباكيتي او نودلز. اوكي يعني فيتوتشيني ممكن، تالياتيلي ممكن، اوكي. ما تخليهوش يلف قوي قوي لدرجه ان هو يبقى ناشف يعني، وطالما لف يبقى خلاص كده حلو قوي. مهما كان لون الجمبري، رمادي بني احمر، لما بيستوي بيحمر وكده، الصوص بتاعه احمر لطيف جدا. هنطلع بقى شويه الرز، سابق التجهيز والتحضير، جنبنا قهوتي، و يعني خليني اعمل كده هكذا، ونجيب قالبايه كده اهو، هنعمل كده ونحط رز رز رز. بس ايه بقى، اقول لكم على حاجه لطيفه، شويه ميه كده عشان الرز ما يلزقش. اوكي وننزل بقى ايه بالرز، ويكون الرز يعني ايه مفلفل لطيف يعني حلو، مش ناشف، لو مائل شويه الى الرطوبه يعني رطب اكتر يبقى احلى، مش لبه لكن يعني يبقى لطيف كده. وناخد بقى الكلام ده نغرفه. الأول هنعمل ايه؟ شوية الفلفل دول خليهم على جنب كده، وناخد ايه؟ الحدوتة دي.
كده خلصنا طبق الجمبري، نطلع فاصل ونرجع تاني نعمل بيت شغلنا. ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا هنعمل دلوقتي بقى ايه؟ سمك بانيه، وهناخد الجمبري المتبقي وهنلفه مع الزبده وتوم وكرفس، شويه خل بلسمي، شويه صوص كاتشب، ونحطه على السمك البانيه. طيب الاول نعمل شغل البانيه بتاعنا. ادي البيض وشويه ملح وفلفل عليه، ونضرب البيض كويس. ونحط له مستردة. شوية مستردة حلوين. اوكي. ونضرب. خلاص كده البيض جاهز. طيب ناخد بقى ال اهو السمك في الدقيق الاول، زي ما احنا عارفين البانيه بيتعمل ازاي دايما. اوكي، كاني بعمل لحم بانيه بالظبط. ريح سنه كمان. اوكي. تمام، ناخد بقى كده ايه في البيض. وبعدين البقسماط. اوكي. جميل. اوكي، الزيت بتاعي سخن، اريحه شويه كده. ونحط له قطعتين من الزبدة. وابتدي اعمل كده.
نجيب طاسه اهي، نحط لها زبده، والثوم اهو، ثوم كرفس، خل بلسمي، شويه كاتشب، وال شو اسمه الجمبري اللي احنا ايه مقطعينه. تمام، نشيل بقى. الكرفس على طول ريحته تطلع. اوكي، ثوم صحيح زي ما هو، صغير بس صحيح زي ما هو، مش هنحمره قوي. وبعدين هقوم على طول حاطط شويه خل بلسمي، كل ده هتطفي، واحضر معلقه احط بيها شويه كاتشب. اوكي، معلقة صغيرة هاخد سنونة كريمة عليه بس كده، نلف بقى الكلام ده مع بعضه. ونغرف.
عايزين بقى ايه؟ ناخد شويه كريمه ساده ساده كده اهو. وهنحط عليها شويه مستردة صغيرين. وشوية كاتشب صغيرين. اوكي. نقدم الطبق بتاعنا كده ونقول لكم بألف هنا وشفا. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.